بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مركز توفيق إسلامي سنتر أكويا لا ودن كنوروي مقالة مدحديس أصلا وحوق بشارين يا دمان بلشوين تصوماليات أدقن يوروب قارهان ودمدا إسكندنافيانكا إن ودعي دانو مؤتمركي أما شركي إسلامي أها إيشان يطبناد شركو وحب لابن دونا هدي الله يدمو سدح يطبنك بش أبريل وحنا دمان دونا لح يطبنك بش أبريل إن شاء الله تعالى. مؤتمر كان شان يطبناد إيقان قاري سند كان هدي الله يدمو وحاكسو قيب قري دونا علماء صوماليات وآدب بدن وحاكمد علماء داس أنا وكب لابي يودن كان نوروي شيخ مصطفى حاج اسماعيل هارون، دكتور الشيخ علي محمد صالح امام كي خطيب كمركز التوفيق، دكتور محمد ايمان ادم وحكلا ودن كي سويدن كسو قيب قلي دونا هدي الله يدمو، شيخ يوسف احمد ودن كا انجليز كما ايجلان وحكسو قيب قلي دونا هدي الله يدمو، دكتور عبد باسد الشيخ إبراهيم، دكتور أحمد داهر أويس وحاودن كالدنماك إن شاء الله تعالى يستقونا كسوة قبل قردونا، الشيخ محمود حسن أبو دلحة لنا عائي مريكنك وحاكسوة قبل قردونا هدي الله يدمو، الشيخ محمد الدريس أحمد وحاكي من دونا ودن كامليسية، الشيخ محمد حسين وهلية وحاسد وكلا ودن كقدر كي من دونا، الشيخ عبد الرشيد الشيخ علي صوفي ودن كالصوماليا وحاكي من دونا، شيخ ألمس يحيى شيخ إبراهيم إيو شيخ أحمد محمود شيخ أحمد يارع سيدة مؤتمر كاللوغة برتاي سند وربو حلوة عسونا دخاتير صوماليات وكقايب قشة إسلامر كان ددك صوماليات كالتا لسا عدو الرضا كالدوان سيدة وقت سند كان وحلوة عسومي دكتور جامع يوسف علمي أوهرين وقت صوقايب قلي وحان ولالها دقن يوروب قارهان اسكندنية فيانكا وقيسين إنا مؤتمر كا كسو قيب قلان إن شاء الله تعالى ما دام علمو صوماليات لوغا عسومي أما لوغا كاني ميلا فقفق إنا كسو قيب قشان هدي الله يدمو مؤتمر كاس وحاد كلاسو حرير كرتان وح الله حرير عدو بهتان إيميل كتوفيق يدمان معلومات كاتكو أركي دونتان هوس أياد كرس حدود دونتان إن شاء الله تعالى وحودين بلن قاضي يا إدارة علماء للن يرد يدمان شعب وينها كنول ودن كنوروي قارهان أصله إنو إذن كسور دوية مرتدينا قلبي فرن يقعم فرن إن شاء الله تعالى وحرجين دونتان نسكو أركي دونه مؤتمر كاشن يتمنى دي قان قاري سنة كان. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.